هارد لك للهلال، وان شاء الله الجاي احلى ان شاء الله. اولا شكرا لجميع لاعبين الهلال، يعني ما قصروا، مستوى احسن من لا شيء، تعادل احسن من لا شيء. رضواني راجع تبديلاته، بلاهي برا بلاهي برا، قدم كل شيء مع يوفي، هو اللي يستاهل التصفيق. بس المدرب ما قصر بكل شيء، لكن المباراه هذه غلط غلطه كبيره في اخر الدقائق، يدخل لي الحافظ انت في اخر الدقائق، المفروض تهاجم، دخل لي الحافظ ليش؟ طيب يا اخوي دخل الشهري يا اخي، نبي نجيب اهداف، الشهري هو اللي دائما يجيب لك الاهداف نهايه الدقائق. اول مره اشوف كولر ظهير، كولر محور دفاع، شلون يصير ظهير؟ على الاقل كانه ظهير اي شيء، ام كولر ظهير ما يصلح، شلون يعني كلها مباراه اللي قبل ومباراه هذه، خبوا التخبيطات مو صاحيه والله العظيم يقهر. اول شيء هني نفسي بالصداره واقول لولدي هارد لك. الان الهلال شجع. تغييرات مدرب هي اللي ضيعت الهلال. المعيوف بيض الله وجهك.